السلام عليكم ومرحبا بكم، صح عيدكم، كل عام وانتم بخير. ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحة والهنا على كامل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري خاصة، وين ما كان وحيثما وجد، سواء هنا في الجزائر ولا في ديار الغربة، وعلى خاوتنا في فلسطين الجريحة. ربي إن شاء الله ينصرهم على القوم الظالمين. إن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير. هذه المرة جبت لكم فيديو راح نشوفوا الشواء، السر تاع الشواء باش يجينا بنين، باش تبقانا البنة تاع اللحم. وتوجور كيما نقول لكم كي نديروا اللحم نحاولوا ان ما نديروش لي زيفيس بزاف باش يجينا اللحم بنين. راح نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح نبداو في الوصفه. بسم الله، شوفوا انا واش كان عندي. انا يا هنايا درت لي بروشيت تاع الكبده، ودرت اللحم فلاكوكوت، ودرت لي بروشيت تاع اللحم، ودرت لي كوت كامل راح نشوفوهم في هذا الفيديو. شوفوا في لاكوكوت واش ديت، ديت مرصوه تاع اللحم كيما كنتو تشوفوا، وديت زوج تاع لي كوت كيما قلت لكم. حاولت اني ندي من كل شيء شويه شويه. انا يا اللحم راح نديرو في لاكوكوت، ومن بعد راحين تشوفوا كيفاش يجينا البنه تاع الفحم ونشوه على الشوايه. نديرو له الملح، هنايا ديري الملح ملحي، ورايحين نديروه هذا مكان درت الملح والثوم، ونغطوا عليه في لاكوكوت. هنايا ملاحظه اللي عندها لاكوكوت كيما تاعي لاكوكوت مينيت، زيدي ديري شويه تاع الماء. انا ومن بعد درت الماء باسكو باش تصفر لك الصفاره لازم لك يكون شويه لافابور، وحنا كيما نعرفوا هذيك لاكوكوت تجي ثقيله، رايح شغل هذاك اللحم يتشفط معك ولا يتحرك. الوغ ديري شويه تاع الماء باش تصفر معاك. فوق النار ونقص كامل النار لمده نص ساعه، هنا على حسب اللحم اللي عندك. كاين اللي عندها اللحم يكون كيما نقولوا حنا كبير، كاين اللي صغير، كل وحده واللحم تاعها. وديت الكبده، انا الكبده كيما حبيتي اللي عندك، راح ندير في لي بروشيت او ميم طون ندير كبده مشويه. انايا راح ندير الملفوف، عفوا الملفوف كيفاش راح نديرو؟ نقطع الكبده على كبرها، نديروها شرائح كيما راكم تشوفوا. هنايا كي تكون لك طويله بزاف على حسب المقله اللي عندك. المرحله الاولى كل واحد وكيفاش يخدم الملفوف. انا الطريقه تاعي كاين اللي يطبخ الكبده في الماء والملح لمده 5 دقائق، كي شغل غير هذاك الدم باش يروح منها. انايا واش رايحه ندير؟ شوفوا انا الكبده كيما قلت لكم اللي طويله بزاف كنت قسمتها على زوج على حسب المقله اللي عندي. انا ديت مقله درت فيها شويه تاع الزبده، شوفوا معايا، نشعل النار وندير المرصو تاع الزبده. حاولي انك ما تكثريش اليدام، شوفوا انا ندهن هذاك المرصو تاع الزبده ونحي الزايد. شوفوا معايا هنايا نخلي هذيك المقله تسخن معنا، نحي كامل هذيك الزبده الزايده. صافي هنايا صاي كمل عندي الشغل، نحس نعرف باللي المقله تاعي مش راح يلصق لي. ندير هذوك لي مرصو تاع الكبده. هنايا الكبده ما درت لها لا ملح لا والو، خليتها عادي، ورايحه نقلي فيها. هنايا راح نقليها على زوج جهات، ماشي راح نطيبوها 100% كيما قلت لكم، فقط باش ما يوليناش الدم هذاك فيها وطيب معانا نص طيب كيما نقول. نديرها انا فوق النار في المقله بهذا الشكل الطيب، وكل مره رايحه نقلبها للجهه الاخرى حتى اللي طيب معنا. شوفوا هنايا كيما قلت لكم المقله تكون سخونه، ولازم انك تدي مقله ما تكونش تلصق ولا طاجين هذاك اللي نشوفوا فوق، كل وحده واش عندها. شوفوا معايا انا نقلبها على هذيك الجهه، ونزيد ندير لي مغصو اللي بقاو لي تاع الكبده حتى نكمل كامل الكبده اللي عندي. ملاحظه هذا الملفوف دوكا تشوفوا معايا كيفاش نخدمه، تقدري تخدميه كامل، تديري له الشحم وكل شيء وديريه في لي ساشي كونجيلاسيون، ديريه في الكونجيلاتور، وكي يكون عندك بزياده هكا تقدري كل مره تجبديه. كاين اللي ما يحبش ياكل اللحم في هذو الايام تاع العيد، تجيه الكهمه، يخلي المره الجايه كل مره يبروفيتي، خطره يدير دواره، خطره بوزيلو، خطره كبده، كل واحد وكيفاه. شوفوا انا هنا الكبده بخسك رايحه طيب لي، شوفوا ما متتحمر معاك عادي، وكيما قلت لكم هنا راني ما درت لها والو، ورايحه نحيها. شوفوا هنايا بخسك راهي هذا هو واش كنت حابه انايا نحمرها شويه، بصح ماشي بزاف، هنايا ماهيش طايبه مليح باسكو كيما شفتوني انا كنت خشنتها كي قطعتها. وهنايا رايحه نقطع نحكم نقطع مربعات. شوفوا هنا كيفاش راهي كبيره، شوفوا هنا تكون طابت بصح ماهيش طايبه مليح.
اها نقطعها سا ديبون كل واحد وكيفاش، مربعات حبيتي مكبار حبيتي صغار، تقطعي كامل الكميه اللي عندك. شوفوا معايا انا كنت قطعتها مربعات، وكاين دي مغص وكاين انا عندي دراري كما نعرفوا ما يبغوش الشحمه، خليتها شرائح تاع كبده باش ومن بعد نشويهم على الفحم. هنايا درت الملح والثوم وشويه تاع الكمون، كما نعرفوا الكبده تبغي الكمون، هذا واش ندير فيها، ملح كمون والثوم، ثوم رابي. ونبدا بهذا الشكل نخلط فيها باش هنايا كشغل راهي ماشي سخونه بزاف، راهي عادي دافيه، راح يدخل فيها هذاك الكمون مع الملح ويجينا بنين، يتشرب هذه الكبده تشرب كامل هذاك الكمون مع الثوم. وهنايا هذا الشحم تاع اللي يجي في الكبش، اديت هذه الجهه اللي تكون رقيقه اللي نخدم فيها الملفوف، كامل يعرفها كامل نعرفوها. هنايا بعد اللي شللت هذا الشحم درت له الملح ونشري في جهه تاع الظل، ما ديريش في الشمس، ونبداو نقطعوا شرائح بهذا الشكل، وتبداي ترولي وتقطعي وتخلي بجه، كل مره ديري بهذا الشكل حتى تكملي كامل الكميه اللي عندك. شوفوا معايا هنايا ندي مرصو تاع الكبده ونروليه في هذاك الشحم وخلوها بجه، تبداي تكملي كيما قلت لك هنايا تقدري تخدمي. انا خدمت الكبده كامله، اديتها خدمتها بهذا الشكل، كاين اللي قليتها واللي خليتها درتها ملفوف، اللي ما نحتاجهاش باسكو كيما شتوني درت بزاف اشوا، درت اللحم، درت لي بروشيت، درت بزاف، الوغ كنت نقصت الكبده ودرتها في الكونجيلاتور بهذا الشكل وتخبيها وكي تبان لك هكا تجبدي. شوفوا تكملي ديري في الشحم حتى تكملي كامل الكميه اللي عندك، ورايحه نديرها في هذو السياغ تاع الحديد، ولا اللي ما عندكش هذا عندك هذوك تاع اللوح ديري عادي. الكبده ديري ربعه تاع لي مغصو كل وحده وكيفاش، كما نعرفوا الكبده ما تجيش كبيره، ربعه ثلاثه يكفو. انايا كملت درت كل واحد كل مره وكيفاش، كي يكونوا شويه صغار ندير ربعه، كي يكونوا كبار ندير ثلاثه. وشوفوا وهنا الكبده اللي كنت كما قلت لكم عندي كبده كاين اللي ما يبغيليش الشحم، نديرهم في هذو الاعواد تاع الشواء اللي تو تاع اللوح هكاك شغل النوع باش هذه، ومن بعد نشويها. رايحه نخليهم بجيه ورايحين نشوفوا لي بروشيت تاع اللحم. لي بروشيت تاع اللحم ادي اللحم وين كاينه كيما نقولوا حنايا الهبره. انا قطعتها مربعات تاع الشوا كيما نعرفوا، ديريهم دي مغصو شويه يكونوا صغار. انايا كاين اللي درت لهم غير اللحم فقط كيما قلت لكم دراري ما يبغوش الشحمه، واللي بقى ندير لهم الشحم. شوفوا ديري مرصو، ديري مرصو تاع الشحم، ومن بعد ديري زوج تاع لي مرصو تاع اللحم وديري الشحمه وكملي باللحم هكا حتى تكملي كامل العيدان اللي عندك. انا نكمل كامل الكميه اللي عندي ورايحين نشوفوا اللحم تاعنا كيفاش طاب. شوفوا معايا انايا اللحم راهو طاب لي كيما قلت لكم، انايا نص ساعه طاب لي، رايحه نحيه. شوفوا هذو لي كوت طابوا لي نحيه، وهذيك لاصوص ما ترميوهاش. ملاحظه هنايا كي تخدموا اللحم في الكوكوت هذيك لاصوص تاع اللحم راهي بنينه، ما ترميوهاش، خبوها في ساشي وديروها في الكونجيلاتور، وكي جاي وقت تاع اللوبيا ترمي بها اللوبيا تجيك بنينه. كما نعرفوا راهو اللحم هنا راني نهضر على اللحم كي يكون جديد ماشي في الكونجيلاتور، انا كيما هنا اللحم راهو جديد، هذه دوكا نصفيها ونخبيها ومرة جايه ان شاء الله نخدم بها اللوبيا ونخليهم ابجيه. شوفوا هنايا شويه شعلت حاجه خفيفه ونبدا ندير في كامل واش خدمت، درت هذوك لي بروشيت تاع اللحم والملفوف، ومن بعد رايحه ندير هذوك لي مغصو تاع اللحم نديرهم فوق شويه باش يدونا البنه تاع الفحم. وهنايا كيما شفتوا معايا انا اللحم ما كنتش تبلته وما درت له والو، هنايا توجور كي تبداي ديري في لي بروجيت تاعك اللحم ديريه على الفحم، من بعد كي تقلبيه للجهه اللي طاب منها حاولي انك ترشي له الملح، اعطي له كميه ولا حقه في الملح، هكا هنايا يكون لك اللحم يجيك بنين تاع الشوا، هذا واش ديري فيه. الا حبيتي ديري فلفل كحل، ديري فلفل كحل، ولكن انايا بغيتو يجيني نورمال ما ندير فيه والو فقط الملح. وهنايا كنت زدت هذوك اللحم اللي كنت طيبته في لاكوكوط، هنايا ديريه فوق شويه باش يديك يدير لك البنه تاع الفحم.
الملفوف انا يا الشحمه كنت درت لها الملح، ولكن حاولي انك كي تقلبيها الجهه اللي تحمرت رشي شويه تاع الملح باش يدخل لك في القلب تاع هذاك الشواء ويجيك بنين. شوفوا هنايا حمام هذو الحمل اللي كنت خدمته انايا، الى ذقتيه جاك نورمال في البنه، هذاك هو جاك شويه مخصوص تاع الملح، رشي فقط رشه خفيفه كما نعرفوا الشوا يبغي الملح باش يجيك بنين. ان شاء الله كنتوا فهمتوا عليا، مطولت معاكم الفيديو، حبيتكم باش نعطيكم كامل النصائح باش يخرج لكم شوا بزاف شباب كيما تاع البرة. هنايا كنت حطيت كامل واش خدمت، درت لي بروشيت تاع اللحم، ودرنا الكبده، ودرنا الملفوف، ودرنا اللحم في لاكوكوت، وكنا حمرناه في الشوايه باش يعطينا البنه تاع الفحم. وكي نقولوا الشوا نقولوا البصل، طوماطيش، سلطه خفيفه. انايا كنت كما نعرفوا ضغط تاع العيد، ومنايا كنت درت فقط البصل قطعته مع الطوماطيش. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى الوصفات يكونوا عجبتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. تهلاو في رواحكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله، سلام.